أفضل المدربين الألمان. الحكم طبعا سفين أوتفار موين النرويجي 42 عام، بدأ التحكيم في 95، آخر مباراة حكمها في الويفا شامبيونز ليج فيها ريال نابولي في ملعب المادريغال، وانتصار نابولي بهدفين لصفر. فريق ألماني غيب عليه ميكائيل بلاك ومانويل فريدريتش وتشورلوك الكرواتي وتشور الألماني رايا بيدرو وفابريغاس ورايا وعلى مرتين والجول والكارثة أمام الدفاع الألماني. صار كاتالوني رهيب مخيف مفزع مذهل إلى حد الآن، كاد أن يأتي بالهدف الأول للعملاق الكاتالوني. إيمار ميسي يعطي كرة لإنييستا والمخالفة، هنالك عملية جلب من سيمر رالفس كابتن الفريق الألماني ليفركوزن أمامنا. تشافي زادت لكن ليست بعيدة، أفضل من الكرة الأولى. ثاني أقوى خطوط الهجوم في الدوري الأسطوري يا ستار في الكرة القادمة على الدفاع الألماني. شوف الكرة من إنييستا، يا سلام فنيات من غير كلام، هو الرسام إنييستا الفنان. أين كان في هذه اللقطة جونزالو كاسترو؟ ماني تشافي وزع وامتياز رائع من بيرتلينو، حارس بيرتلينو. جيرار بيكي أمامنا مدعم كبيرة داخل الأندية إسبانيا، وهذه كرة لميسي وميسي هرب وميسي هرب وميسي. نقول كرة الدلال، لما قلنا كرة الجمال، هذه هي برشلونة به يعيش مع ميسي ما تحكيش. أصل الكرة ليو، فن الكرة ميسي. شوف الكرة، هات الصورة، هذه الكرة تمتعنا تطربنا تسعدنا. كرة من زمن آخر، لاعب من كوكب آخر، هو ليو نجم الأرجنتين حبيب الملايين. هل هو في موقف تسلل أم لا؟ سنرجع عليها تباعا، لكن لمسة سحرية أرجنتينية تغالت الكتيبة الدفاعية الألمانية. ويتحرك ميسي الآن، ليو كرة بالمليمتر لتشافي، تشافي سدد لم تكن بعيدة بالمرة. كورة تشافي هرنانديز بسرعة كبيرة، إنييستا استلام لميسي والمنظومة وميسي يسدد. جول، يا سلام يا سلام. شوف الكرة، هات الصورة، كرة الدلال، الكرة تعرف صيدها، الكرة تعرف شنادها. هذه هي المنظومة الأرجنتينية، كرة ولا في الأحلام، هي أجمل أقدام. وين الصورة؟ هاتونا الكرة. 9 أهداف لنجم الكرة الأرجنتينية الذي يعاني من ويلات الأرجنتين يا عيني، يسارية مارادونية ميسية ماسية في لميسي، ثم هدفين لصفر لميسي. وهذه المرة الهدف الثالث ضاع. أشهى الليلة على الكتيبة الألمانية. دفاع ألمانيا عالي والكرة ليست تسلل، وميسي وميسي يراوغ والكرة. نجم الأرجنتين حبيبه بالملايين، شوف الكرة، وهات أجمل صورة في المعمورة. ليو وحده هاتريك من أروع ما يكون لأجمل أقدام. يا سلام يا سلام، جماهير الكتالونيا تستمتع، هذا النجم يطربنا يسعدنا. ليو ولا يلعب، وهذه كرة سريعة وإمكانية لليفركوزن، والكرة تمر على الخط النهائي للمرمى. أخطر هجوم منذ بداية المباراة لتير ديوك. تيلو على طول، هجوم سريع لبرشلونة في دفاع ألماني في الشوارع. تيلو جول الرابع كاتالوني، إعصار كاتالوني.
الدفاع الألماني. الألماني يعاني يعاني يعاني. أسرع الأهداف لأجمل البدلاء. تيلو على طول وحده يمضي الهدف ويعطي في الإضافة. ميسي. ميسي بيدرو. والحارس هبوة. وقاتلة من بيردلينو. سوبر هاتريك للاعب ميسي. 11 هدف لنجم الكرة الأرجنتينية. ذكرنا بعديد اللاعبين اللي تحصلوا على السوبر هاتريك. أندري تشيفشينكو أولهم الأوكراني. وأمام 11 هدف لليو. إيش هالليلة. على يمين ميسي. ألفيس يغير لتيلو. وتيلو والهدف السادس. الهدف السادس لتيلو والهدف الثاني للبديل. واي بديل نتكلم عليه. ايش هالليله يا برشلونه. هي الكره المضمونه. كره سريعه بوسكيتس. كره الرايه. الكره خطيره. سيدو كاي الاوروبيه. وكرة الرأس من سيدو كايتا لم تأتي بالصيبة. الأمور محسومة. كرة ليفركوزن مظلومة. وهذا اليوم ميسي. ميسي جول. 5 أهداف في مباراة واحدة لكأس رابطة الأبطال. اكتب يا تاريخ. دون يا تاريخ. الموهبة الأرجنتينية غير قابلة للنسخة الكربونية. ليو وحده وحده عكس الهجوم. بيدرو يتمركز وتيلو وهرب. تيلو تيلو هرب. تيلو تيلو ضيع التاريخ. تيلو تيلو ضيع التاريخ. النادي الألماني بالعربي سيمر رالفس. وصدد جميلة رائعة ممتازة جدا. كرة بالعربي رائعة 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 يمينية من أجمل ما يكون لصفقتها الجمهور الإسباني والجمهور الألماني. وبالطبع المدربان أمامنا روبن دوت وبيب غوارديولا. روح رياضية كبيرة. السلام عليك يا غوارديولا. ضربتني بصباعية. لن أنام هذه الليلة ولا الليالي القادمة. وفي هذه اللحظة بالذات يعلن الحكم النرويجي موين على نهاية المباراة بانتصار رائع لنادي برشلونة بسبعة أهداف مقابل هدف. وطبعا النشيد الرسمي للبلاوغرانا يبث الآن في كامل مدرجات ملعب الكامب. Take a moment right here. Feeling like it's out here, driving towards